اسم ازول خوم مره نعقب دغاوم دي تخرسته باش نسيغي نجيب بديم خوم بريد جان ديال الريف اكين نهارا دي البلاتو 22 باش نسيور خلي اقتصاد ديال الريف مي من نهارا الشباب النغ وزمان وتيفن تاقينا دفن يموشان مني غخدمن اكيد دي بلاتو ماس منتصر الخلوفي أزجيف تمسمون المقاولة مزيانين تمجهدين دي النظر الدريوش غاس مقاولة نسخصة نوع ذاري مشاني زيزاون دي النظر انتقادش ماس منتصر رومي كي نخطح ذات نهارا رجل تقادر كني وأزو الخاوم تشكاغ ريف تي في خلص تضافايا كيدي عاود ماس عمر ناجي مدير مركز الاستثمار بالنظور سابقا مهندس رئيس قسم التعمير بالعمالة سابقا وحاليا إطار في العمالة بالنظور كنشكرك على قبول الاستضافة. شكرا على الاستضافة ومسيرة موفقة لريف تي في. شكرا. غادي نبدا بك سي عمر ناجي. بالنسبة حاليا في الريف عندنا موانئ مثلا كاين ميناء بنصار كاين ميناء راس الماء وديال سيدي حسين كاين ميناء في الحسيمه كاين كذلك مطارات مطار العروي مطار الشريف الادريسي في الحسيمه كاين شبكه طرقيه كاين سكه الحديديه وصلت حتى للناظور وعندنا شبكه بنكيه ومناطق صناعيه لا سواء لا في الناظور لا في الحسيمه ومع ذلك يعني الاقتصاد في الريف مازال ما قلاش مازال ما دارش خطوات يعني باينه للامام حتى على المستوى الفردي الانسان ما بقاش كيحس ان الوضعيه الاقتصاديه ديالو كتحسن بالعكس القدره الشرائيه بحال غاديه وكتنزل واش المشكل في البنيه التحتيه الاقتصاديه مازال ناقصه مازال خاصنا شي مؤسسات اللي ما كاينينش حاليا ام انه هنالك مشاكل اخرى اللي كتعرقل هذه المسيره الاقتصاديه وفعلا اقليمي الناظور والدريوش كما قلتي الاخت سهيله عنده امكانيات اقتصاديه مهمه يعني باعتبار اولا الموقع الجغرافي ديالهم لانه هو الواجهه البحريه ديال الجهه الشرقيه وديال جزء من شمال المغرب ومؤهلاتهم الاقتصاديه بجميع الميادين فعلا اقليم الناظور هو والدريوش هما الاقليم الوحيد في الجهه الشرقيه اللي عنده امكانيات اقتصاديه في جميع القطاعات الاقتصاديه في الفلاحه وفي الصناعه وفي الصيد البحري وفي السياحه وفي التجاره وهذه مساله مهمه اذا خدينا مثلا الفلاحه اقليم الناظور هو اقليم فلاحي بامتياز يعني 32 الف هكتار من الاراضي المسقيه هذا رقم مهم اللي كيدل على انه ممكن هذا المجال ديال الاراضي الفلاحيه يمكن استثماره لتكون المردوديه احسن رغم ان المردوديه اليوم هي مردوديه ضعيفه في هذا القطاع الفلاحي لاسباب ممكن نذكرها وكنذكرها من بعد الا خدينا مثلا قطاع الصيد البحري اللي تكلمتي عليه هو قطاع مهم يعني اقليم الناظور كما قلت هو الواجهه البحريه وفيه ثلاثه ديال الموانئ واللي الا خدينا مثلا النسبه ديال السمك المصطاد في البحر الابيض المتوسط الناظور والدريوش كيديروا 45% من هذه النسبه وهذا عمل مهم اللي كيدار ليس فقط في الموانئ ولكن كذلك عبر الصيد البحري التقليدي اللي كاين شبكه ديال الصيد التقليدي موجوده في الساحل ديال الناظور والدريوش مهمه عده نقاط ديال الصيد. الا خدينا مثلا الصناعه الناظور هي هو القطب الصناعي ديال الجهه الشرقيه يعني بامتياز يعني العدد تقريبا ديال الوحدات الصناعيه اللي كاينه في الجهه هو اكثر من 400 وحده صناعيه يعني تقريبا نصف ديال الوحدات هذه الوحدات الصناعيه موجوده في اقليمي الناظور والدريوش في المناطق الصناعيه المعروفه في سلوان وداخل الميناء ديال بنيصار وداخل كذلك الحضاره الصناعيه اللي غادي نتكلموا عليها فيما بعد رغم هذه الامكانيات كما قلتي وهذا الاخر الناظور لم يحقق الاقلاع الاقتصادي يعني المطلوب خاصه منذ 2000 نظرا لانه الناظور اقتصاديا مازال مرتبط بمليلية اقتصاديا وهذا يعني فك هذا الارتباط مساله صعبه جدا خصنا نعرفوا باللي اليوم تقريبا اكثر من 15000 مغربي يشتغل بمليليه يوميا ونقدروا نقولوا باللي اكبر مشغل ديال اليد العامله في الناظور والدريوش هي مليليه في قطاعات طبعا غير مهيكله واحد الرقم اخر هو انه الا خدينا الحجم ديال السلع اللي كتهبط في الميناء ديال مليليه راه 80% من هذه السلع كتدخل اقليم الناظور والمغرب وتوزع على المغرب طبعا كامل مناطق المغرب فقط مليليا تستهلك 20% من هذه السلع وهذا يدل على انه ما زالت الناظور مرتبطه اقتصاديا بدريوش رغم المحاولات الجديه اللي كان عملها المغرب
ولكن ما زالت هذه المحاولات يعني لم تؤتي أكلها. طبعا كاين مشاكل أخرى ممكن نتحدثوا عليها في إطار هذا النقاش. وشكرا. مس منتصر الخلوفي شيك قش خوز جيف تمسمون المقاولة تمزانين تمجهديين نضع دريوش خمزوا بذا خش على حد منتج تمسمونتا؟ بالفعل نشين تمسمون تنغين كا قناص بعد منتدى المقاولات الصغرى المتوسطة ذي نضع دريوش غانغ تقريبا خو عام ونسقوا من المنتدى يوا توتسمى قبل جمعية أرباب المقاولات الصغرى المتوسطة ديال نظار الدريوش. بعد درس اسم ثور المنتدى لأنه تغيى اسم شو تحدثي كذا على أي الجمعية يعني المنتدى يسد استجابة الرغبة المقاولين الجندة ديال نظار الدريوش باش غاسين ينجن إطار يسقوا التبرة تنسل يسقوا الهموم من سند الإشكالات تنسيت على المقاولة لا ذاتي لا موضوعين غا الجهات تجن مسؤولة نستورخ الجهات تجن مسؤولة انت سمنت نسي يخصص يجن إطار يتمثل يجن شريحة معينة باش كيسي محاوة باش كيسي السيور باش كيسي قيم خطابرة هذا السيور خل المشاكل نس طبعا المنتدية بالفعل ذي عام ونص تقريبا نشنوها نبنى الجسم المنتدى يوا نقا الجلسة تقرانينا كالمسؤولين على المستوى المحلي الجهوي الوطني نشين إغيمثنين نقا كيوذانينا باش تسن المنتدى باش تسن بإنه يجيش الإطار يتهم المقاولين يتهم المقاولة المحلية يساور خاصة السكوة التامرة تنسنو بالفعل يكشل أكل الناس غانغ المقر غانغ المنخارتين غانغ موقع ولا نشين دي سيت النغ مشي سقاني الكتروني غانغ كذلك لاباج النغ ديال فيسبوك ملي غيثني السمار غانغ مارا وين النغ دونك تينا هاد المسائل اللي تما جا حاليا الصوره ديال المنتدى النغ. مس منتصر زي عشرين سنه ذي العهد الحسن الثاني يجيج الخطاب يسيور انه تشغيل يعني ذي الوقت مني ان الدروخ قيمشا زما تشغل مار الشبابي يتجان زي السنين يبدا ديجن نوع تسهيل المساطير باش الشباب باش يودان السن المقاولة هنسن يعني كون جينا ديك الخدمة في يخفن نسوى ترجيجات الدولة تستخدم شك من خلال تجربة إغاك ديجا غاك مقاولة نش تسياتث يعني مش توريد ما توبستنت فغيمون ما حقيقة توبستنت للمساطير نير مازال عديني معيقات مش توارد مي الشباب فرد بغاس نجن الثقافة أنه أدي كرياني في لونتروبريزنس ذي الموضوع هو مهم جدا بودا من نقطة أساسية ثني ذي العهد الحسن الثاني سوف دير نستور خيج من الفطرة تسمى الحسن الثاني تقريبا أر ألفين مثلا أر 99 ألفين بودا من أنه يعني العقلية توجن دير وقتني مثلا تغوذي النبو العقلية تقوى أنه أتيري يعني بنادم ذي استثمار ذي استثمار أثمار الناس تقوي جن حاجة قناص المقاولة تغوى يعزو يعني يتفض زي المعهد نغزي الجامعة دونك يساوي الوظيفة نغي يساوي جن حاجة تسمى غا الدولة دونك أجير نغ موظف الفكرة باش غاستيري ذا حذي خلق مقاولة وتجين تذاتي المشكل ذاتي لأن المشكل ظروفي تغوى جندي تساعدني وتساعد شاب الشاب ذي المقاولة نشي نسن بان الخطاب يتوجه نديرو قدني مثلا الخطاب الدولة بصفة عامة وديوسيبو تكيجوما واش تحفيزات نغي واش اجراءات نغي واش تيمسرايين تسمى تكيجوما باش بنادم هذا يندمج بشكل تسمى مباشر يعني طاح هذا تكذ مشي سقى المقاولة بسهولة ني توالا نشي يبدا بالفعل كيجن جن مجلس الحسن الثاني قاسم المجلس الوطني الشباب المستقبل الوقت اللي يعزم المبادره انه الشباب مثلا ضحنا قلنا لي فورماسيون التكوين المهني التحق مثلا المراكز التكوين باش يعني مراكز التدريب باش يبوض احمد غيفخ الشاب ني مثلا هذه راح حتى لي جمزي خمس دي سوق الشغل عن طريق ماذا عن طريق المقاوله ثاني بالفعل واش نجحش على الدرجه اللي تصوان شي اللي تصوان الدوله وفين المعيقات الطص وفين اجراءات اداريه وثبت الشكل اللي باغي وفين التمويل المالي
لا يكفي باش هذه يمشي سقان، وفين حتى نفس الشاب بني الفكره البروجي وجيت غيوجهن باش راه هذه المقاوله ياثر تصور غنخلف في طرا اليه النادي ديال الساعه الثانيه ثاني بالفعل نشين تقريبا زي 2000 يعني زي العهد قوم يحكم جديد محمد السادس نصر الله الدوله تروح ذي المستوى انه تشجع الشباب خلق المقاوله والفتره يعني الفتره تقريبا زقول فين يعني ارخو من الجرخ كورس قوس نستوى المقاولات الاجراءات يعني تحفيز المقاول تبسطات المصادر تبسطات السويدات ولكن شي نطلع هذه جنحاش ثاني ثاني دقت على المقاول ماشي وغامر المشكل اللي خلق المقاوله غان المشكل هاد كريد المقاوله الادماج تسمى حصه من السوق باش المقاولات تنتعش نشرق غير المقاوله نغسل ذيك المقاوله ولكن السوق من الشغل نغ العرض يعني المشاريع تسمي بولا دي سندام الشابني ضئيلة جدا وتويت أنه علمي وغان خشب مقاولات التمقرانين ذو نيد السبب يعني أن الرواج غير المقاولاتين بزيانين متوسطين ويجيشا طبيعة الحال لأن النظاني غذاري بصفة عامة ما مرتبطش المقاولات التمقرانين وهو المشاريع دي مقربشة المقاولات التمقرانتك يعني وغان مرتبات الاقتصاد النظ أكشن المقاولات التمقرانين يعني متى تأثير غياب مقاولة التمقرانين دي يعرف خاوم كني كمقاولة صغرى ومتوسطة نشين فقط يعني الغياب المقاولة التمقرانين دي جن عنصر زي الكل يجن عنصر زي جن منظومة التمقران تجن منظومة اقتصادية نشين مش نرس محذة إذا مقغي جن كرونولوجيا التنزيد إنه المنطقة ينعرف ثا قف عيش جن التهميش تمقران إلى حدود السنوات 2000 إذا بقى التهميش سافو دير تم تغييب الريف خلال برامج التنموية الدولة ككل ثاني واضحة للعيان إضافة إلى أنه النظا تغيط غخص يجن الثالوث قانص الهجرة ذي المخدرات للتهريب المعيشي ثلاثة ينحويج جنت أنه الإقليم نغرف براهين إثم سرينا فينا الشاب يتفكر هذه ثلاثة يتمسرين ويتفكر شادي شن حاشت المغني واستديدات انه غنغشين مثلا مريت الطوات بالفعل ولكن شن غنغش الشاب يزو تهريب المعيش يزو ذي اللي الربح يعني ذي بمشان نشين في خين المقاولة لا المقاولة فقراش انه تسازج بروجي تسازج مشروع الناس استعزو التمويل استعزو الإجراءات الإدارية استقدر إدارة الناس بعدها تخزات السوق دراسة السوق منطقة هذه غابودات يوقع إجن الطلب العرض الطلب جاء المقاولة السوق نيسرو سيت القمشنس باش إذا مدعاوض يعني الناس غاوين ثنيوم إذا مني أعرف بصفة عامة شو خصبوا ذا في التفاصيل تبقى قرانين يعيش إجن التهميش ذا مقران الثاخان غنشيني الثاسين لبن يعني خل المقاولة حتى المقاولة تمقرين تغوجين تغوان بولبونة التحتية يغيشجع الاقتصاد هذا يبدخ ضانس الاقتصاد باش هذا يبدخ ضانس يتخصص المرتكزات المرتكزات يخصص البنيه التحتيه حاليا البنيه التحتيه لا باس بها البنيه التحتيه متميزه جدا بفضل اوراش يزرق جلاله الملك غانغ مثلا المطار عاوي غانغ مثلا تطوير الميناء البنينصا قديم الخوي قواد الورشه مقارن الغرب المتوسط غانغ مثلا السكه الحديديه غانغ مثلا انتعاش بعض القطاعات مثلا الفلاحه مثلا تدفيت دومينه المكنانه يعني تدفيت شن اليات يعني الجديد تسجل الفلاح انه اتويا شويه سجن وتيره سريعه مرة فينا العوامل ساعدت انه البنية التحتية حاليا محفزة جدا باش بنادم ما يستثمر غانغ النظام اللي غارب بصفة عامة غاس مثلا نجي نواجهة سياحية الصباح غانغ نجي نقاعد الفلاحة المليح غانغ مؤهلة نغني يبول هذا يستثمر بنادم كنت ادني ان شاء الله في على ذكر الاوراش الكبرى ذكر واحد المجموعه ديال الاوراش اللي كاينين حاليا في الريف مثلا الميناء غرب المتوسط اللي حاليا متوقع الاشغال متوقفه فيه كاين كذلك شنو ذكرتي في الاوراش
كاين الورش ديال غرب المتوسط، من غرب المتوسط مطار العروي الناظور، كاين مؤهلات اللي هي طبيعيه الفلاحه، كاين السياحه، هذو كلها كتساعد على واحد المناخ استثماري، على واحد المناخ ديال خلق المقاولة. على ذكر الاوراش، كاين قال لك الاوراش ديال الميناء المتوسط الغرب المتوسط اللي حاليا الاشغال ديالو متوقفه، وكاين مثلا المحطه الصناعيه الحظيره الصناعيه اللي كاينه في سلوان، كاين عاود واحد المحطه طرقيه كان شنها الملك خلال الزياره ديالو ولكن متوقف. واش ممكن تشرحي لنا يعني الا كنتي على اطلاع الاسباب اللي خلات هذا الشيء متوقف الى حدود الساعه؟ لا، من اجل التوضيح، ميناء الناظور الغرب المتوسط ليس متوقفا ولم يبدا ولا اشغال لم تبدا، يعني حتى نقول بانها توقفت. الاخ منتصر هضر على المرحله تقريبا منذ الاستقلال والتهميش اللي تعرض له اقليم الناظور والريف بصفه عامه، وتهميش اقتصادي مهم. انا اعتقد في تقييمي بانه الحاله الوحيده اللي الدوله اخذت مبادره فعليه وجاده يعني وصادقه لاخراج الناظور من هذا الارتباط الاقتصادي بمليليا هي مع بدايه هذا القرن هذه. دونك كانت مبادرة جيدة، وأطلقت مجموعة من المشاريع اللي كان الهدف الأساسي منها هو كما قلت إخراج الناظور ومحاولة إبعادها على هذا الاقتصاد الغير المهم، ببناء اقتصاد مهيكل اللي فيه الصناعة وفيه السياحة عبر المشروع ديال المرشيكا ولا عبر الميناء ولا مجموعة من المشاريع، من بناء كما هضرتي يعني المشروع ديال الحظيرة الصناعية بسلوان. إذن هذه المبادرة بدأت تقريبا في 2000 حتى 2011، دونك كان هناك واحد المواطنين كاملين لاحظوا بانه كانت واحد الوتيره يعني سريعه ديال انجاز هذه المشاريع، والناظور قطعت اعتقد الاشواط التي لم تقطعها في 40 عام، قطعتها في هذه العشر سنين في جميع القطاعات، واستطعت انها يعني ذاك لو غوطاغ اللي كان لا غاتغابي اون فيت في هذوك العشر سنين فقط، نظرا لهذا الاستثمار اللي قلت اللي الجهه الشرقيه كامله استفادت تقريبا اكثر من 100 مليار درهم، وهذا شيء هذا عدد رقم يعني مهم، والناظور تقريبا الربع من هذا الاستثمار ديال الدوله دار تقريبا في الناظور، وهذا طبعا كما قلت مجهود مهم. لاول مره اعتقد اقليم الناظور والدريوش كيحظى بهذا الاستثمار ديال الدوله في هذه المده القصيره ديال 10 سنين، وهذه مساله يعني يجب ان نقف عليها. الى انه من بعد 2011 اساسا يعني الوتيره بدأت تهبط، والإخوان كاملين اللي قريبين من الاستثمار في إقليم الناظور والدريوش يعرفون بأن هناك مشاكل حقيقية اللي عرفتها مجموعة من المشاريع. وهضرتي على الحاضرة الصناعية، طبعا كان هناك هي أنجزت في إطار واحد المشروع جهوي، كانت لا تكنوبول ديال وجدة وكانت لا غروبول ديال بركان والحاضرة الصناعية ديال الناظور، هاد الثلاثي، وحنا في الناظور كنا يعني قاطعين أشواط سابقين وجدة وبركان، إلى أنه وقع تعطل كبير، وجدة دابا راه منطلقوا، بركان كذلك انطلقوا في مشروع، ولكن الناظور ما زالت هناك مشاكل حقيقيه، لا فيما يخص النسبه ديال التوزيع ديال القطع الارضيه، وهي نسبه الاضعف من بين هاد ثلاثه ديال المناطق الصناعيه، ولكن كذلك من ناحيه ديال الثمن باش كتتباع الارض، دونك تقريبا 700 درهم فيما فوق، وهذا الثمن. هناك معطيات كتقول ان في الناظور في الحاضره الصناعيه في سلوان ثمن الارض 650 درهم، مقارنه مع ديال وجده ب 350 درهم. طبعا هو الثمن الناظور هو الاعلى، ولكن خصنا نعرفوا علاش الاعلى، وهذا هو الهدف من هذا الاخر. هذه المناطق الصناعيه بثلاثه منهم انجزت من طرف شركه ميد زيد اللي هي جروب، هي شركه تابعه لا سي دي جي، صندوق الاداعه والتدبير، هي التي مختصه في انجاز المناطق الصناعيه، وانجزت لا تكنوبول ديال وجده ولا تكنوبول ديال بركان باستثمارات ديالها خصيصا. مس منتصر يسيور سي عمر الناجيخ يجي مجموعة التعقيدات قهن دي المساطر يتجادي المساطر الإدارية كني ودي المنتدى نوم دي المقاولات الجرقة كني ومن خارتنا ودي المنتدى مثل مس منايا التعقيدة مثل تحس الزيس من طبيعة الحال نمسيت نشي نمس كان التعقيدات غان غدي المساطر الإدارية إجراءات المقاولة جن سعى لقنسك الاداره طبيعه تاع الفجه مشينا الاستاذ وتجيبو حكر تما نغذني ثاني، ولكن انني بصفه عامه لانه اداره فعلا تعيش جن البطء في المساطير فينا. ثاني اللي غما تجينا هذه جن جزء جن مجموعه المشاكل اللي تعيش المقاوله الصغرى المتوسطه،
نشي ثاني ثاني لم تعود هاجي صغانا يقدر ما مش سيور غاد جن أنه المقاولة المحلية يخص يسرخو يخص يجن العرض من المشاريع يخص يجن العرض نويناث يعني الدولة تشجع المقاولة سيجن الطريقة تغيجن تبدى ودي سيجن الطريقة يعني إذا استوش هذه رشوة غد المقاولة استوش رشوة غد نس الرجيست كوميس السيني وارو حنا تشي ما نزو شي يمو نزو أنه الدولة بالفعل استوش يجن الاهتمام ذا بقران المقاولة الصغرى المتوسطة عبر المواكبة عبر الدعم عبر تسمى استخزاء يعني الصيرورة نسنا مش تقاذي ذي الأشغال الناس ذي التمويل ذي برامج الدعم الميلة مارة يتشكل اللي تسمى يجن مقاولة ناجحة يجن مقاولة ثقوة غزث يعني على مستوى الصفقات العمومية تفهمش انت شن مشاكل؟ على مستوى الصفقات العمومية شن غير مجموعة الملاحظات غير مجموعة غير يجن التصور خاص بالنسبة وينات بالنسبة للصفقات العمومية خميطة المقاولة الصغرى المتوسطة أول حاجة نادى الزيس ناس زوتة تيري ذني يجن البوند يتخصص المقاولة الصغرى المتوسطة يجن 20% زي المشاريع يعني الصفقات العمومية يتم يخصى تيري وينات يتشجع الزيس المقاولة الصغرى المتوسطة ولكن مع الأسف نشي نقائي من خلال أعمال ذاني تاني محليين ما مش سوراش محليين وتنتبه نشا نوا تطبيق نشا نوا تحطالي من نشا ثاني تاني 20% يخص تيري المقاولة الصغرى المتوسطة نشي ندفع خمالية بطبيعة الحال لأنه المقاولة نشي ثاني تاني عبر 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 المراسلة تنتقاك الإدارة عبر الحوارات كيسنتاج عبر مثلا إغيمي ثاني تنتقاك المسؤولين مثلا تحقى العمالة نتغيمك رؤساء المجالس المنتخبة نتنبهثني ضرورة أنه 20% خصها راح تحتار من وحيي ذني تاني ذي النظا أول مشي سقان المجلس البلدي النظا أسقوس ذي الميزانية يعدون يحتار من ذايس بالفعل البسطاريين 20% ونطلع خاص نشين شخصيا طلع خاص لأنه فعلا حتار من المسطارية إضافة إلى المسطارية ثانية 20% المقاولات تجن غنشين نتشجع يعني الدينامية المقاولة الصغرى المتوسطة نازو ذي البوند اللي تجن يتخصص 20% المقاولة الصغرى المتوسطة أسناني المحلية نطمح أنه من خلال يعني الممثلين غيرين دي المؤسسة التشريعية أسنصيو ذي الميساجة وباش أسنصيو ذي المؤسسة التشريعية باش أذعني المحليين أنه ما يمكنش تسجيل المقاولة شن تخصص 20% مثلا ذي النظا هذه تسجيل المقاولة زي وجدة ياسين نشيو نجيبو القرص لا ونجيبو ضد المنافسة ولكن القرص مرات وغد 8 ثني النظا يخصص انت تفد ميس النظا لأنه راني ثني غاسن كيف مش غان غلق غاسن ذقو مشان نغني رن يعني ثينا من بين المسائل اللي يخن تأكد نشي نازو سمحي يزن نقطة مهمة باش تنتعش المقاولة تيري عاود من احنا نازو الدولة نخصوش البرامج يتسهل الولوج للمقاول غا التمويل غا المؤسسات البنكية غير المؤسسة تجان يعني مالية يعني تعتمد ويناث من بين الصعوبات إيتا في المقاول يعني قارس من بين المعيقات غير في القرانين وهو الولوج غير التمويل ذيني المؤسسة لسي سي جي صندوق الضمان المركزي ولكن ضبابيا يتحكى من جاء لابونك لسي سي جي المقاولة يتجعل أنه المقاول ضحية ويستفيد شا يتوضى جارس لأنه في نهاية المطاف وين طال مسؤولية غاوة المقاول لسي سي جي تقارش قنش ضمن غير المقاول يمشي سقان على بنك باش يتسمى ذي ولج غا ذي يسير القرض اللي غادي يسجن التمويل باش يزيس يمول المشروع الناس خميد يس براتيكمون يعني ذي راح على بنك يتف انه لا بنك تغير الدور لسي سي جي قارس نش لسي سي جي وثقاش هو تعترف فاش ولكن الثورة كيسجن اللغة كأنه لا سي سي جي و تجي يعني وذين بوش نحش قناص لا سي سي جي وذين بوش تمع ملاكين سلغة الأرقام سلغة الربح ذوينف وتجيبو ذين شن اللغة أنه المقاول يطاح غاسجن برنامج ثقيف الدولة الدعم يقوزيس غالا بونك يواجد أحد نو دقوي تجيشا شن طمح أنه المؤسسة البنكية أضحن ذي المنحية أنه أذدع منك المقاولات الصغرى المتوسطة ذي المنطقة باش المقاولة
أتو يا غزات لأنه مرا تسند حسب إحصائيات إيجان قا 95% من مجموع المقاورات قد تثم مقاورات صغرى متوسطة وتشغل تشغل يجن قدر مهم تمتسجن قدر مهم زي اليد العاملة لتنقذ زي البطالة. سي عمر ناجي هضر سي منتصر على مشكل الصفقات العمومية في نظرك هاد فين المشكل بالضبط اللي كي علاش كنحيو مثلا الشركات اللي ما عندهمش دي ريفيرونس يعني ما عندهمش تجارب سابقه في الميدان؟ طبعا علاش كنطلبوا لي ريفيرونس في لي ريفيرونس ديال الشركات من اجل باش يكون المشروع طبعا ناجح لان الشركه ما عندهاش لي ريفيرونس يعني ديما كتكون اقل كفاءه من الشركه اللي عندها دي ريفيرونس ودارت مشاريع كبرى وهذا طبعا عائق مهم امام المقاولات الصغرى والمتوسطه فعلا على مستوى اقليم الناظور والدروش على مستوى كامل التراب الوطني. انا غير قبيله علاش هضرت على الخصوصيه ديال الناظور فيما يخص العراقيل الاداريه يعني ليس من الدقيق القول بانه يعني هذه العراقيل الاداريه كاينه في المغرب كامل. في الناظور هناك عراقيل اكثر اعتقد وغادي نعطي بعض المؤشرات يعني الحقيقيه. اولا المستثمرين المهمين اللي كانوا عندنا في اقليم الناظور يعني خرجوا من الناظور ومشاو كيستثمروا في مناطق اخرى داخل التراب الوطني وخاصه الاقطاب الاقتصاديه المهمه يعني طنجة وكازا والدار البيضاء ومكناس وفاس كذلك. وطبعا في النقاشات معاهم هما يطرحون دائما هذا المشكل ديال العراقيل الاداريه المهمه. باش نعطي كذلك واحد الشفر اخر قبيله هضرت على اللجان اللي كتدرس المشاريع ديال الاستثمار. اذا خدينا مثلا اللجنه ديال الاستثناءات في ميدان التعمير واللي كترخص المشاريع الاستثماريه في اطار طبعا القانون هاد اللجنه يعني كانت تجتمع تقريبا كل 15 يوم قبل 2011 كتجتمع وكتدرس مشاريع. في الناظور مثلا منذ 2012 لم تجتمع الا ثلاث مرات. والسبب طبعا هناك مسؤولين على هذا عدم استدعاء هذه اللجنه لاجل دراسه المشاريع. وطبعا هناك مشاريع مهمه اللي تحطت يعني ويتم عدم دراستها في هذه اللجنه اللي في اقاليم اخرى غير قريبه لنا مثلا وجده ولا بركان والناظور تجتمع بشكل يعني دائم يعني وتوافق على مشاريع مهمه. وطبعا هذه المشاريع هي اللي كتحرك الاقتصاد ديال الاقليم. كذلك الى خدينا مثلا المده ديال المصادقه على المشروع في الناظور، مده المصادقه على المشروع من ناحيه ديال الايام يعني ديما اكثر من اقاليم اخرى. وطبعا هذه بيروقراطيه اداريه حقيقيه اللي كيعانيو منها يعني هناك ملفات بقات يعني لسنوات يعني بدون ديال الجنه مور الجنه. نحاولوا بعجله لانه ما بقالناش بزاف الوقت البرنامج. وكذلك نسبه قبول المشاريع داخل هذه اللجان، الناظور كتبقى فيها النسبه ديال القبول نسبه ضعيفه مقارنه باقاليم اخرى. طبعا النسبه ديال الرفض اكثر من النسبه ديال الاخر، وهذا طبعا كذلك مؤشر غير صحي فيما يخص دعم الاستثمار. لذلك اعتقد بان الناظور عندها في هذه السنوات اللي قلت من 2012 حتى 2013 و2014 يعني عرفت واحد تراجع. والناظور تعيش ازمه اقتصاديه حقيقيه، الاخوه خصهم يعرفوها ازمه اقتصاديه حقيقيه. الان ممكن تمشي للتجار كامل ديال الناظور ولا الشركات الصغرى المتوسطه ولا الناس العقار يعني ديال البي تي بي ولا الناس ديال الصناعه يعني كيقولوا بان هناك مشكل حقيقي اقتصادي في 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 امشيو بعجاله. المقترحات ديالكم الى عندكم مقترحات او توصيات في هذا الميدان مساهمه مجلس الجهه اولا مساهمه مجلس الجهه في العقار في الحاضره الصناعيه هضرتوا على تبسيط المساطر كاين شي توصيات اخرى قبيله هضرت على المشاكل اللي كاين اقليم الناظور وفي الحقيقه ما وضحتش اكثر. هضر هذا التراجع اللي قلت وقع في هذه المرحله من بعد 2011 عنده الاسباب ديالو واعتقد بانه من الاسباب الاساسيه ديال هذا التراجع هو انه طبعا هضرت بانه اللجان لم تعقد بشكل متواتر. واهم الاسباب ديالو في اعتقادي هو انه المسؤولين على هذا المجال اقليميا على المجال ديال الاستثمار في مجموع القطاعات الحكوميه
يعني اعتقد بانهم لم ينجحوا في هذه المهمه، غادي نقولها صراحه، لم ينجحوا في هذه المهمه. هم كذلك مستثمرين، لم ينجحوا في هذه المهمه في الحفاظ على هذيك الوتيره السريعه اللي كان كيعرفها اقليم الناظور على مستوى الاستثمار، وحتى على مستوى انجاز مشاريع ديال الدوله. يعني العديد من المشاريع بما في ذلك المشاريع الملكيه متوقفه منذ هذه المرحله، وهذا طبعا هذا طبعا سبب كافي يعني باش نعرفوا بان هناك ليس هنا في اعتقادي ليس هناك الكفاءه اللازمه عند بعض المسؤولين الاقليميين في دراسه المشاريع واخراجها الى الوجود وحل المشاكل المرتبطه بها. هذا هو السبب الحقيقي، ان اي مشروع سواء ديال الدوله ولا خاص كتكون فيه مشاكل. طبعا اظن المسؤول اللي عنده الكفاءه هو المسؤول الذي يحل هذه المشاكل في وقت طبعا قياسي ويخرج المشروع الى الوجود في يعني في ابهى حله كما كيقول. هذه هي الكفاءه الحقيقيه، وطبعا اعتقد بان هذا منعدم الان في الناظور، ولذلك المشاريع متوقفه اساسا لاسباب في بعض الاحيان تافهه في الحقيقه. ان الا خدينا مثلا المشاريع ديال المسابح مثلا اللي كيتكلم عليها الصحافه والاخر، المسابح يعني وفرت لها جميع الظروف اللي كيتنجح. مشاريع ديال الدوله طبعا اولا المشكل العقار محلول، ما كانش مشكل العقار ديال الدوله، المشكل الموارد الماليه كانت موجوده دونك ترصدت لها موارد ماليه، دونك المشكل ديال التجهيزات الاساسيه متوفره، ولكن المشاريع توقفت كما قلت لهذا السبب الرئيسي ديال عدم قدره المسؤولين على حل هذه المشاكل يعني بالسرعه اللازمه واخراج هذه المشاريع. يعني الكفاءه في العنصر البشري. مس منتصر بعجاله ديش مينوتي نغض اخر كلمه بالنسبه للتوصيات نهائيه الحلول. غنغر بعض النوينات خص ضروري نتنيني غنغدا مزوار نتوجه سوينات غيوذن يعني غالمسؤولين يتجن قيم الصفقات العموميه انه بعد الاسلوب اللي يتجن الزبونيه التحايل المساطير يتجن الصفقات العموميه، ثم ضروره انه اذعالجن تصور غذاء نيفون الدوله المركزيه يعني باش هذا الخطابين ديالي واضح انه يجن السياسه دعم المقاولات يقطح غير الافلاس يعني تعيش ازمه خانقه يخصص يجن وينات يجن الوقفه وينات الانقاذ. ثم غنغ ربعه المشاكل تعيش انت كلاسيني سيساك لي زامبو كوينات ينا الاداره فائت جن جهويه انت تعزيز انه كيسنقي ان شاء الله اكيسن سيوخ المشاكل اللي غنغ محلي انك المقاولات نحاول ما امكن نفك المشاكل اللي غاسن كالاداره فينا وتقريبا التحفيزات الاستثمار دوينات من هي الموضوع هذا بقرا ان شاء الله. شنت خلاص الناري مس منتصر خلوفين تشكرش كميكين اختحلى النهارة سي عمر نجي كنشكروك على الحضور. بالنسبه للمسؤولين قزريم المشاكل اللي ايران غداني تنهار الاقتصاد ذي النضع ذي يعرف يتعيش جن ازمه خانقه يقاث قفوس نوم باش هذا باش تفك منايا باش الجيل دي كوان باش تاولنا اذف من خدمن اذف باش ذو يان زيارف غزات نتمنى فخرسه تعجبهم رجا ما نضيف خرسه النغني سي مخوم بر النغني ان شاء الله الله أثقى ذوم خوض فريضة نخفقين بسلام أخوهم.